الناس ما عطونيش الاستفاده وانا مريض، مريض بالعيا بالتنفس، ما قدرتش نفس. هو مسكين عيان ورا بحال كما كتعرفوا، حاس بزاف باراي. لاباري الاولى هي ديال الاكسجين، لاباري الاخرى هي واحد الصباب اللي كيعاونوا على الرئتين باش يعني بدك سميتو على حساب الرئه باش يتنفس مزيان بالليل. كاع الناس كلشي استافدوا، حنا لقينا في التريبنا وكاين الفيران كاين الطوبات كاين، يعني حنا عندنا اضرار كثيره حنا كنعيشوا فيها وكاين الشفاره، عندنا الوثائق ديالنا كامله كتثبت بان هذا السيد محسري راسو كاين بمحل راسو من الاقدام من سميتو من التصوير ديال سميتو ديال عمران الاول، لان المحل كاين من الاقدام. جاو عندنا المسؤولين هنا المهم ما كيدوزو ما كيقولوا لنا لا هذه وحنا كنعيشوا هنا كاين التحميس بزاف يعني وكناكل العصاب بزاف من ناحيه الوساخ من ناحيه يعني الشتاء من بزاف الحوايج كنتكرفصوا من هنا. عطينا نسبقها كي غنديروا ليها حنا اربعه الدراري اربعه الناس اسره ديالهم كل واحد والجوج جوج وقلت غنعطيكم نص المره كي غنديروا ليها قريب. النص فيه 42 42 متر 42 متر يسكنوا فيه اربعه العائلات اربعه العائلات كي غنديروا ليها الكاسيتي لما رقبتوش غادي ندفعوكم المحكمة. شكون اللي كيقولها لك؟ كيقولها القايد ونجنا اللي معاه. كاين الناس حداك استافدوا؟ استافدوا الناس حداك؟ استافدوا. وانت باقي ما استافدتيش؟ انا باقي ما استافدتش. باش كطالب؟ نطالب بغيت اخويا نستافد ونروح عادري. المنطقة ديال الشلالات اللي هي كتعاني عدة مشاكل، المشاكل لا تحصى. خير مثال كيف كتشوفوا دابا السكن مثلا الناس كتلقى مشكل ديال السكن، كاين الناس ريبو باقي مستافدوش، كاينين الناس عايشين وسط الركام ديال الحجار، عايشين وسط المشاكل، الواد الحار، الفيران، سبحان الله العظيم الناس باقا صابره. هذا هو صلب الجزيئه تقريبا اللي باقي ما عطاوش، عطاوش ثلاث شوكيات ولا جوج اللي فيها والباقي مخلينهم ما عرفتش. انا كنتسائل كيفاش غادي ياخذها.